تعالى بقى دلوقتي نتكلم على الاوبجكتيف نفسها ونبتدي نشتغل عليها. مبدئيا كده خلينا نتكلم عن جزء مهم جدا، وهو ان ما ينفعش تبني ماركتنج استراتيجي من غير ما يكون انت فاهم الكومباني اوفر فيو والهيستوري بتاعتها والفيجن والتيم. بمعنى ايه الكلام ده؟ بمعنى ان انت لازم تكون فاهم رؤيه الشركه نفسها رايحه فين، الاوبجكتيف بتاعت الشركه رايحه فين، وهل الهيستوري بتاعت الشركه ده هيقدر يبني معاك الاوبجكتيف اللي انت حاططها للماركتنج او في دماغك تشتغل عليها في الماركتنج ولا لا. يعني مثلا لو جينا هنا اتكلمنا عن الكومباني اوفر فيو، المفروض نتكلم عن الشركه نفسها. الشركه نفسها يعني ايه؟ والله الشركه ديت المفروض اشتغلت، مثلا اشتغلت الشركة تمام 100 بروجكت مشروع، تمام 100 مشروع المفروض، وهدفها تكون المطور العقاري الأفضل خلال 5 سنوات. تمام. طيب الهيستوري بتاعتها ده هيتضمن نفس الجزئيه ونفس القصه. الهيستوري بتاعتها بناء تمام 100 مشروع، والمفروض ان هي ليها تمام 1000 عميل، تمام، والمفروض ان هي بدأت من 2015، والمفروض ونبني الهيستوري بتاع الشركه وتاريخ الشركه بالكامل. تمام. الفيجن بتاعتها، والله الشركه هنا هدفها تكون المطور العقاري تمام الافضل خلال ال5 سنوات القادمه. تمام. علشان انا اشتغل على ده لازم بشوف هل الشركه اللي انا هشتغل فيها دي او اللي انا هبني لها الماركتنج استراتيجي بتاعتها هدفها تكون الافضل في ال5 سنين الجايه. طب ده هيتبين ازاي؟ لازم أن يكون انت الافضل بافضل المشاريع، بافضل المبيعات، بافضل كنتائج. انت هنا بنتكلم از بزنس، از بزنس يبقى انت بتتكلم في ارقام، ارقام يبقى انت بتتكلم في الاعلى مبيعات، في الافضل خدمات، في الافضل ماركتنج، في الافضل على كل الاصعده، الافضل في المعارض العقاريه وما الى ذلك. يبقى هنا هدف هدف الشركة نفسه إن هو يكون مطور عقاري أفضل خلال 5 سنوات القادمة بالأفضل مبيعا، تمام، والأفضل خدمات ما بعد البيع. تمام. خلاص انت بعد كده انت بقى عندك الشركه، المفروض از تيم، التيم بتاع الشركه ده بيعمل ايه او تفاصيله كام؟ والله احنا عندنا 15 مندوب مبيعات، تمام، عندنا والله 50 شركة، تمام، ايه بروكر، تمام، عندنا 20 أو 10 ايه مسوقين، تمام. الديفلوبمنت بتاع الشركه، التيم بتاع الشركه ماشي ازاي؟ لازم تكون فاهم التيم بتاع الشركه عشان يوم ما تيجي تقول والله ده انا هحقق مبيعات وانتشر مثلا ما بين كل الشركات، يبقى انت فاهم انت بتتكلم في ايه، انت عندك التيم هيقدر يشتغل على الاجزاء دي ولا لا، التيم هيقدر يكمل الكلام ده ولا لا. طيب تعالى بقى بعد كده، المفروض انت فهمت الاجزاء دي وعارف البوينت دي وتكتبها بشكل مفصل وواضح، لازم بعد كده بقى تتكلم عن الماركتنج استراتيجي بتاعتك. الماركتنج استراتيجي بتاعتك والاوبجيكتيف بتاعتك بتبقى ماشيه ازاي؟ طب انا دلوقتي احط ازاي الماركتنج استراتيجي بتاعتي، هبنيها بناء على ايه؟ يعني ايه البنى اللي على اساسه هبتدي اشتغل على الماركتنج استراتيجي؟ والله في الماركتنج استراتيجي هنا الشركه بتستهدف ان هي تكون من الافضل. طب من الافضل ده المفروض ان هي تاخد عدد من الشرائح السوقيه او كمطور عقاري، خلينا هنا نبقى سبيسيفيك، دي حاجه مهمه جدا. المطور العقاري افضل خلال 5 سنوات في تمام في العاصمه، تمام، او مثلا اكتوبر، تمام، ده الاوبجكتيف بتاعتي. طب والله هنا الاوبجكتيف بتاعتي ان انا المفروض بكون افضل المبيعات في العاصمه، يبقى المفروض انا اشتغل على ان انا احقق عدد مبيعات تمام 1000 وحده
تمام. طبعا احنا دارسين السوق وعارفين الماركت اللي اشتغلنا عليه، وعرفنا الماركت شير قد ايه، وعرفنا المفروض عدد المبيعات وكم المبالغ اللي بتحصل، فبناء عليه هنشتغل على الاستراتيجي. عشان كده دايما بقول لك ان خلي الشغل مرتبط ببعض، ما ينفعش ان انت تعمل ريسيرش وتسيبه، تعمل سوات اناليسز مثلا كميديول اللي بنشتغل عليه وتسيبه، ما ينفعش ان انت تشتغل على تفهم التيم وبعد كده تيجي تبني، او تفهم الاودينس وبعد كده تيجي تبني التارجت، تسيبه ما تفتحش الفايل اصلا، انت يبقى انت اشتغلته ليه؟ تمام؟ هيبقى هنحقق عدد مبيعات 1000 وحده سنويا. تمام؟ طبعا ده الاوبجكتيف بتاعتك دي لازم أن تشتغل عليه. وهنا بنتكلم في الانتشار على وسائل التواصل. تمام؟ والمفروض ان انا اشتغل على الانتشار في وسائل التواصل والموقع البيعي الافضل والمواقع البيعية الاخرى، زي طبعا بروبرتي ومش عارف ايه وعقار ماب والكلام ده كله. تمام؟ ده الجزء اللي احنا بنشتغل عليه، او الجزء بتاع الاستراتيجي. طب تعالى كده بقى نخش في الويب سايت. طبعا الكلام ده بيتحط بناء على التفكير، وبيتحط بناء على طريقه شغل بنشتغل عليها. مش هينفع ان انت تحطه كده وتشتغل عليه وخلاص، يعني مش هينفع ان انت تشتغل عليه بطريقه كده نحط ارقام يلا احنا هنحط 1000 وحده سنويا. لا، ال 1000 وحده دي سنويا علشان توصل للجروس اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، وحددناه ان انت محتاج والله تشتغل على ان انت تبيع 122 وحده. لا والله، ده انا الاوبجيكتيف بتاعتي ان انا اوصل للجروس بتاعي. طب تعالى كده نبني على الكلام اللي احنا كنا حاطينه قبل كده، والله انا احقق مبيعات. تمام؟ زي ما احنا كنا بنتكلم في الارقام اللي باينين عليها 122 وحده سنويا، المهم اللي كان في انتشار على وسائل التواصل الاجتماعي والافضل في المواقع البيعيه. تمام؟ لتحقيق نسبه بيع. تمام؟ كام وحده؟ قلنا 122 وحده. تمام؟ بمبلغ، تمام، 122. كنا احنا قايلين ان الوحده مليون، او في معدل مليون 122. طبعا الوحدات مش اسعارها كلها واحد ولا ثابته ولا الكلام ده كله، بس احنا بنحاول نضرب ارقام او نتكلم في ارقام بسيطه بحيث ان المعلومه تكون مفهومه. طب انا هحقق 122 وحده دول هيجيبوا لي مبلغ قد ايه؟ تمام، وحده خلينا كده نقول بمبلغ، تمام ماشي، 122 مليون، اوكي، والمفروض بمكاسب. تمام؟ طبعا هنقول مثلا 122 الف. تمام؟ ده الاستراتيجي اللي هلعب عليها، او دي الاوبجكتيف اللي انا حاططها علشان اوصل لها، او هلعب في الاستراتيجي عشان اوصل للاوبجكتيف دي. تمام؟ وهنا بتكلم ان انا ده هحققه من خلال انتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، البيع الافضل، المواقع البيعيه الاخرى، مع تقديم عروض وهدايا عروض وهدايا للعملاء. تمام؟ العملاء، و المفروض هدايا وحوافز بيعية للبائعين. قصدي استراتيجية أنا هعتمد عليها إن أنا البونص اللي هيطلع للسيلز هيكون أعلى بونص ممكن يطلع، والمفروض إن أنا هعتمد على هدايا للعملاء اللي هيشتروا، هحددها في الاستراتيجي بتاعتي. طيب تمام، انا دلوقتي المفروض هبني ويب سايت، المفروض ان انا هبني الايه الويب سايت. يبقى المفروض الموقع الالكتروني، تمام، يعتمد على البيع والرؤية الفعلية للوحدات. تمام؟ وكل تفاصيل الوحدات والحجز. تمام؟ مع
صفحة لاندنج بيج طبعا موجود محددة، تمام. طبعا لازم اللاندنج بيج تكون طبعا هنشتغل عليها وهنشوف لاندنج بيج فور فري ازاي نشتغل عليها والكلام ده برضه. طب السوشيال ميديا استراتيجي، السوشيال ميديا استراتيجي انا اعتمد طبعا انت لازم تيجي باد فاليو مختلفه، تمام، على الافكار المختلفه الغير مكرره، يعني ما ينفعش نجيب فكره نشتغل عليها هي موجوده، اوكي، ده هيكون مش من الاستراتيجي بتاعتنا، تمام. تستهدف العملاء المستثمرين والمعارض وثاني كده فيديوهات وأرقام المعارض وما إلى ذلك، تمام. طيب خلينا كده نتكلم على جزء كمان، السوشيال ميديا بلاتفورم، والله الأكونتس إيه ويعد الفولونز بتاعه، والله الأكونت بتاع طبعا على حسب كل بروجكت، مثلا روما مثلا ولنفترض والله البروجكت ده معاه عليه مثلا 15 كي، تمام. طبعا انا محتاج اوصل بالبروجكت ده لسه مثلا هيلانش ولا حاجه 15 كي استورت، وعلى انستجرام وتيك توك دي البلاتفورم اللي هنعتمد عليها از سوشيال ميديا. طبعا هنضيف معاها اليوتيوب وعلى حسب الاستراتيجي اللي انت هتشتغل ايه عليها. طيب خلاص انت هتضيف الكلام ده وهتضيف التفاصيل بتاعتك، المفروض بقى دلوقتي هتحدد الاستراتيجي بتاعت الكلاينت نفسه، الاستراتيجي بتاعتك. المفروض ان انت هتعتمد على ان انت معاك كلاينتس، معاك كلاينت المفروض ان انت هتتابعهم. الفولو اب مع الكلاينت هتكون ازاي؟ يعني المفروض ان انت معاك عملاء، تمام، معاك عملاء المفروض ان انت هتفولو اب معاهم. هتفولو اب معاهم ازاي؟ يعني ايه الطريقه اللي انت هتعتمد عليها علشان تعتمد على العملاء؟ طب المفروض ان انا والله المفروض كل شهر هتابع مع العملاء القدامى، تمام، المفروض المتابعه، متابعه مع العملاء حسب توقيتاتهم، تمام، وحسب احتياجاتهم بطريقة متابعة مزدوجة. يعني ايه متابعة مزدوجة؟ يعني انا دلوقتي معايا عميل، فانا المفروض بسبورت لي تو سيلز او اتنين سيلز من التيم، ومفروض كل واحد بيتابع معاه في بروجكت معين بطريقة مختلفة، بحيث ان هو وقت ما يشتري من حد منهم باسم الشركة يكون في حد مختلف. طبعا الكلام مع العميل بيكون بكل واحد منهم باسم شركة، واحد ديفلوبر وهي التاني بروكر، تمام. طيب خلاص بطريقة متابعة مزدوجة مع العملاء، والمفروض التواصل مع جميع العملاء المشترين والغير مشترين كل 6 شهور، تمام. طريقة الفولو اب بتاعت الشغل بتاعك، طريقة الفولو اب بتاعت الشغل بتاعك، تمام. طيب المفروض بقى بعد كده هنتكلم على الجزء بتاع الريموت بتاعك والشغل بتاع الكلاينت بتاعك. المفروض انت خلاص الريليشن شيب دي اللي احنا المفروض اتكلمنا عنها وشفنا هنشتغل عليها ازاي، والمفروض بقى نتكلم عن الماركتنج بادجت. طبعا الماركتنج بادجت احنا اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا المفروض هتقسمها ازاي وهتشتغل عليها ازاي بناء على التيست بتاعك والتوتال كوست بتاعك. والله انا حاطط ان انا هنا عندي 10,000، تمام، وعندي هنا في الفيسبوك اد 10,000. طبعا ده بيعتمد على اجمالي، بيعتمد على اجمالي البودجت بتاعك، تمام. والمفروض المفروض ان انا حاطط بقى لو عندي اكسبريشن ثانيه او عندي
اكسكيوزز تانية، والمفروض بحط التوتال كوست بالنسبة لي 50K مثلا، تمام؟ في المفروض إن أنا مستهدف إنهم، تعالى كده نتكلم، إحنا المفروض اتكلمنا عن الكلام ده في المرة اللي فاتت أو الجزئية اللي فاتت. أنا عندي توتال كوست مثلا إيه 30. طبعا انا المره اللي فاتت اتكلمنا عن الجزء ده از بروجكت. طبعا انت لما بتكون بتارجت كذا بروجكت في الشغل، طبعا مش هتشتغل على بروجكت واحد، بتتكلم في كذا بروجكت، فانت عندك المفروض هتشتغل على 3 بروجكت، فانت التوتال كوست بتاعك مثلا بنتكلم في 30، يبقى احنا عندنا كنا احنا حاطين 30000، يبقى انت عندك 90000 جنيه بروجكت، المفروض الار او اي بتاعهم 200000، تمام؟ طبعا 200 كانت في كل بروجكت، يبقى المفروض ايه، المفروض معاك قلنا 200 صح، احنا هنا بس ثانية كده، احنا قلنا 30 90، وقلنا ده التوتال كوست بتاعك، وقلنا 100000 200 300000، تمام؟ 300000 بالـ ROI بتاعك، تمام؟ خلاص انت كده حددت انا المفروض اشتغل على البروجكت لما احنا اشتغلنا على الميزانيه وحددناها، وده البودجت بتاعتي والمفروض هنشتغل عليه. خلاص انت كده فهمت معاك ميزانيه كام، ومستهدف ار او اي بتاعك كام في البروجكت دي، والمفروض ان انت حددت الشانل اللي المفروض هشتغل عليها، وحددت الطريقه اللي هشتغل بيها على الاستراتيجي بيس داون على الكومباني نفسها مدياك ايه، او الاوبجكتيف بتاعتهم ماشيه ازاي، تمام؟ حاول تطبق طبعا على الكلام ده، او مش حاول، انت لازم تطبق على الكلام ده، مش شرط ان انت بتتفرج على الفيديو يبقى انت كده خلاص، لا، انت هتطبق الكلام ده علشان نراجعه سوا ونعدل، ولو في نقطه مش فاهمها نشتغل عليها تاني.